هي العوامل التي تؤدي الى افراز الاندوستيرون. بس الاخفار الكلوي ايه هو فقط الاخفار الكلوي نقص ترويج الكلي هو اللي بفعل افراز الريني. اما نقص محتوى الصوديوم انا اشك فيه، نقص محتوى الصوديوم من الكلي هو اذا بده هذا بيؤدي الى زياده افراز الاندوستيرون. لانه بكره بتشوفوا الاندوستيرون ثلاث عوامل، منظومه الرينين انجيوتنسين، نقص الصوديوم، ارتفاع البوتاسيوم. حتى ترتيبهم هي الاندوستيرون، بكره بتدرسوها بالهرمونات، هرمون الاندوستيرون لما بيرتفع البوتاسيوم بينقص الصوديوم. يعني مهم للرينين، للرينين فقط اخفار الكلوي. نقص الطرف الدموي، نقص الضغط الدموي للكلي، الاخفار الكلوي فقط. جرينين. بس الدماغ تحفظهم. بدك ترجع تشوف انه الالدوستيرون هن العوامل نفسها للالدوستيرون، يعني الالدوستيرون رينين اللي هو بالاخفار الكلوي ونقص محتوى الصوديوم وارتفاع البوتاسيوم، طبعا اذا بدك تفهم بالترتيب الرينين البوتاسيوم نقص الصوديوم. هلا تاثيرات الانجيوتنسين 2 محطوطه عندكم، انا شفتها مقبض وعائي قوي اقوى من النور ادرينالين في اربع مرات. بحفز انتاج الالدوستيرون، طبعا هو اكبر محرض على انتاج الالدوستيرون وهي تحطها مخططا في مخطط الكلي. هاي التاثيرين الرئيسيين. هلا التالي تسهيل اصطناع الكاتيكولامين وتحريره. ما انا مش طبيب يعني. يسهم في تنظيم شرب الماء من خلال الغطاء يفعل الاحساس بالعطش او اطلاق الاحساس بالعطش ممكن يكون. تنظيم افراز الرينين. طبعا افراز الرينين تنظيمه بنقص الضغط الشرياني للكلي، للكلي بالحقيقه يعني. نقص هبوط الضغط الشرياني. استشعار نقص الصوديوم والكلور، هم شايفين هون كاتبه هون مكتوبه انه صحيحه. لما بينقص الصوديوم والكلور بتماس البقعه الكثيفه بينفرز الرينين. هلا رجعوا بس هيك هون الصح. الفقره هذيك كاتبين ارتفاع الصوديوم. ايه خلص معناتها يعني هاي ما نقصك بمكانين مختلفين. بتنبه البروستاجلاندينات الخلايا المجاوره للكبر. بيثبت طبعا الانجيوتنسين بيثبت تحرير الرينين. شيء طبيعي انه لانه الرينين ادى الى افراز الانجيوتنسين، فشيء بالتلقيم الراجع السلبي شيء طبيعي انه يثبطه. يثبت الفازوبريسين افراز الرينين، شيء طبيعي. لانه الرينين يعني له تاثير، فازوبريسين يعني عمل تاثير اللي كان بده اللي كان بده اياه الرينين. فشيء طبيعي كمان التلقيم الراجع السلبي ما بيمشي. تنبيه الودي بحرر الرينين. تنبيه الودي لانه بيقبض اوعي طبعا هيك شكلها اذا يمكن انا احط الجهاز العصبي المستقل. تنبيه الودي الشديد. تنبيه الودي الشديد وين بيصير؟ بالنسبه للغزير. فبيقبض اوعيك الكليه كلها. فيعني على طريق الرينين. يعني بيحرر الرينين لانه بيعمل نقص جريان دموي للكلي. مكونة الحمض الاريتروبيوتين. تعرض الكلي لنقص الاكسجين بده يؤدي الى تحرر الاريتروبين، له دور في تنبيه نقي العظام على تشكيل الكريات الحمراء. هلا فيتامين د 3، طبعا فيتامين د 3 اللي راح ترجع تاخذه بمكان اخر، بس مشان لازم بعد ما بدك تحفظه. هلا اشعه الشمس بتاثر على الجلد، بتحول ماده في الجلد اسمها 7 هيدروكوليك كوليسترول الى فيتامين د 3. هالفيتامين د 3 يا اما صنعته اشعه الشمس، يعني د 3 يا اما اشعه الشمس صنعته، يا اما بتاخذه د 3 عن طريق الفم. يا د 3 بتاخذه عن طريق الفم. طبعا هذا د 3 عن طريق الفم ما له شغل. بيروح الى الكبد، بينضف له جذر هيدروكسيل بالكبد بالمكان 25، فصار اسمه 25 هيدروكسي كل كاسي فيرو. هذا بيروح الى الكلية، بالكلية بينضف له جذر ثاني بالمكان واحد اسمه 1.25 ديهيدروكسي كل كاسي فيرول. هذا هو الشكل الفعال من الفيتامين د. هذا الشكل الفعال من فيتامين د بيأثر او التارجت اورجان بيأثر على العظم وعلى الانتستين وعلى الكدني، وانا بعرف انه التأثير الرئيسي انه على الامعاء بيزيد
امتصاص الكالسيوم من الامعاء، اما على البون العظم وعلى الكدني فتاثيره مشكوك فيه، ولكن محطوط يعني انه له تاثير على الكليه، بينظم اطراح الكالسيوم والفوسفات، يعني بيقلل من اطراح الكلس وبيزيد من اطراح الفوسفات، وعلى العظام كمان بينظم حركه الكالسيوم من العظام الى الدم. البروستاكلاندينات، في عندنا طبعا البروستاكلاندينات هي مواد تاثيرها موضعي، في منا مواد مقبضه، في منا موسعه، هاي بشكل مختصر، مواد بتوسع الاوعيه الدمويه بالكلية فبتزيد ترويه الكلية، وفي مواد بتقبض اوعيه الكلية فبتنقص ترويه الكلية. فمثلا في عندنا الاي بيتحرر استجابه للاقطار الكلوي، وخاصه عند تاثير الوده والانجيوتنسين 2، هذا يسهم في تنظيم الجريان الدموي الكلوي عن طريق انه بيوسع الاوعيه الكلويه. في البروستاكلاندين اي 2 واي 1 كمان بيوسع الاوعيه الدمويه الكلويه. البروستاكلاندين اف 2 وار 2 مقبض وعائي قوي، هذول الاف 2 والار 2. من المحتمل قيام البروستاكلاندينات الكلويه بانقاص حساسيه خلايا الانابيب الكلويه للآذيه. بقي بس عندنا مفهوم التصفيه المصوري، ناخذ نحن مفهوم التصفيه المصوري. لا لا اسف انا يا دكتور بيروح يروح تصفين المصوري.